السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبائي في الوحدة رقم 2 الأسبوع رقم 5، الحمامة المطوقة. حمامة المطوقة، مجال الحياة التعاونية. النص التقويمي، هذا نص تقويمي. ألاحظوا المشهد وأقرأ النص. شوف المشهد ونقرأ النص، ولكن قبل ذلك شنو كيبان لنا في الصورة؟ شنو كيبان في المشهد؟ هذا شكون هذا؟ صياد. ارفع صوتك لينا. صياد. خصنا نعاونوا الاصدقاء ديالنا ونسمعوا الصوت ديالنا. صياد. صياد. وهنا شنو كينادي؟ شبكات. هنا حمامة. حمامات. هنا في الغابة. في الغابة. الغابة. إذن يبان بأن هذا الصياد واقيلا كان باغي يصيد هاد الحمامات، وهما يهربوا له بالشبكة واقيلا، ياك؟ نشوفوها. يلا قراي لي النص، نشوفوا حنا الطريقه ديال القراءه ديال لينا. هذيك المره راه دي شحال معاه. قراي لينا. نصب صياد. ارفع صوتك مزيان. نصب صياد شبكته ونثر فيها الحبه. نصب صياد شبكته، كيفاش نصبها؟ يعني نصب، شنو كتعني من نصب؟ هي اقام حطها، اقامها، حطها، حط زعما حطها باش شبكته. ونثر، نثر فيها الحب. شنو هي نثر؟ هي را، هي رمى، رمى، رمى هذاك الحبوب ديال القمح مثلا باش تجي له الحمامات وتاكله. ثم اذا نصب معروفه، صياد شبكته ونثر فيها الحبه. ثم كمن وراء الشجرة. وشجرة، ماشي شجرة، الف لام فيهاش معرفة. ثم كمن وراء شجرة. شنو هي كمن؟ هي ثم اختبى، اختفى، اختفى او اختبأ. كمن وراء شجرة. علاش؟ باش ما يشوفوش الحمامات. ثم قال شنو قالك؟ حطت حمامة يقال لها المطوقة مع صديقاتها بجانب الشبكة. بجانب الشبكة حطت واحد الحمامة. حطت يعني حطت يعني حطت حطت تما حطت تما حمامة. نقولوا حطت الطائرة، حطت الحمامة. يقال لها شنو سميتها؟ المطوقة. هذه الحمامة سميتها المطوقة مع صديقات ديالها. شكون الصديقات ديالها؟ هي المطوقة مثلا، هي هذه، هذوما الصديقات ديالها. بجانب شبكة، غير بجانب الشبكة في الأول. وبدأنا يلتقطن. وبدأنا يلتقطن، يعني جمع مؤنث سالم، جمع ديال المؤنث، يعني كيهضروا على جمع مؤنث. هن، هن يعني. وبدأنا يلتقطن الحب غير 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 مباليا مباليات بما يحدق بهن. هيا هن، بهن، بهن من أخطار وسرعان ما علقنا بالشبكة. هنا باش يعرفونا على الجمع المؤنث السالم، جمع علقنا بالشبكة، هما يعلقوا بالشبكة. أخذت كل حمامة تتخبط داخل الشبكة محاولة أن تخلص نفسها دون جدوى. كل وحدة بغات تخلص راسها، لكن بدون جدوى، حيت كل وحدة كتعتمد على راسها. صاحتي، صاحتي المطوقة. أيتها الحمامات، لقد وقعنا في مأزق. مأزق. وقعنا في واحد المأزق. رحنا وقعنا في واحد المأزق. شو هذا المأزق؟ هو فخ أو كمين أو ورطة أو خطر. إذا واحد الورطة وقعنا فيها، وهذه غير مبالية بما يحدق بهن من أخطار. شنو يحدق؟ يحدق يا يحيط، يحيط، أحاط بي الخطر، أحدق بي الخطر، يحدق بهن الخطر، يحيط بهن الخطر. فهمتي؟ هي دي يحدق. زيدي قلنا ولن يخلصنا منه إلا تضامننا
فلنتحد ونطر جميعا في وقت واحد. هيا بنا. واحد، اثنان، ثلاثة. رفرفت الحمامات بأجنحتهن دفة واحدة فنثرتنا. رفرف العصفور رفرفت الحمامات، يعني حركوا أجنحة ديالهم بأجنحتهن دفعة واحدة، دفعة واحدة. فنثرنا الشبكة من الأرض، يعني فجذبنا نصر، كيقولوا نصر هذه جذبوا. فجذبنا يعني فنثرنا، يعني فجذبنا الشبكة من الأرض. زيدي. وحلقنا بها عاليا في السماء. حلقنا شنو هي؟ وطرنا بها عاليا في السماء، زعما حلقوا بها. زيدي. حط الحمام بعيدا وطلبت المتوقة من صديقها الجرذي. الجرذي شنو الجرذي؟ هو داك الفأر، الجرذي فأر عنده أسنان ديالو حادة. أن يخلصهن من الشبكة قائلة: أرجوك فك عن هذه الحبال. وابدأ طلب يعني أمر، فعل أمر. وابدأ بصديقاتي قبلي. فرد عليها الجراد: ولكن أنت صديقتي وواجبي أن أخلصك. أولا قالت المتوقعة: أخاف لو خلصتني أن يدرك الفتور. يدركك الفتور. يعني تعيا. فلا تخلص صحيباتي. قلت له خفت لا يدركك الفتور وما تقدرش تخلص صحيباتي. الله ما خلص صحيباتي هما الولا، عاد اجي خلصني انايا. قرادة شنو هي؟ هي بدا كيقدمهم بالاسنان ديالو تيقطع هذيك الحبال. قرد الجرد الحبال وحرر الحمامات فعادت الى اعشاشهن فرحات سيدات. ندير لكم انا نص الشوط القراءه ديالنا، نقرا لكم واحد الطريقه اللي نتوما تتبعوها. نصب صياد شبكته ونثر فيها الحبة، ثم كمن وراء شجرة حطت حمامة يقال لها المطوقة مع صديقتها بجانب الشبكة، وبدأنا يلتقطن الحبة غير مباليات بما يحدق بهن من أخطار، وسرعان ما علقن بالشبكة أخذت كل حمامة تتخبط داخل الشبكة محاولة أن تخلص نفسها دون جدوى. صاحت المطوقة: أيتها الحمامات، لقد وقعنا في مأزق ولن يخلصنا منه إلا تضامننا، فلنتحد ونطر جميعا في وقت واحد. هيا بنا. واحد، اثنان، ثلاثة. رفرفت الحمامات بأجنحتهن دفعة واحدة فنثرن الشبكة من الأرض وحلقن بها عاليا في السماء. حط الحمام بعيدا وطلبت المطوقة من صديقها الجرد أن يخلصهن من الشبكة قائلة: أرجوك فك عن هذه الحبال وابدأ بصديقاتي قبلي.
فرد عليها الجراد: ولكن أنت صديقتي وواجبي أن أخلصك أولا. قالت المطوقة: أخاف لو خلصتني أن يدركك الفتور فلا تخلص صحيباتي. قرض الجرذ الحبال وحرر الحمامات، فعادت إلى أعشاشهن فرحات سعيدات. جيد، إذن أمشيو الرصيد المعجمي، أضع علامة كروة أمام الشرح المناسب لكل كلمة. نصب، نصب قلنا نصب صياد شبكته، أي نصب شنو؟ جماعة ولا أقام؟ أقام. أقام. كمن، كمن قلنا كمن، ثم كمن وراء شجرة، كمن وراء شجرة. كمن واش اختفى ولا جلس؟ اختفى. مأزق، مأزق لقد وقعنا في مأزق، واش بئر ولا ورطة؟ ورطة. ورطة. نثر قلنا ثم، ونثر فيها الحبة يعني فوق الشبكة. نثر يعني رمى ولا جماعة؟ رمى. أي رمى الحبة. أحدق واش حلق ولا أحاط؟ أحدق بهن الخطر. أحاط، أحاط بهن الخطر. نطر، نطر نطر يعني جذب ولا جر؟ جذب. جذب، جيد. إذا كنظن فهمتم. أنا ألقوا الخطاط بكلمة من عائلة، من عائلة طارة، ولا عائلة كما كنشوفوا كيعطيونا شي كلمة كيقول لك من عائلتها، من العائلة ديالها، يعني فيها طاء والألف والراء مثلا، أو العائلة ديالها طارة، طارة طيار. طائر. طائر يطير. طيار، طيارة. طيارات. طيارة، طيارة. مطر، مطر. مطار، المطار تكون فيه الطيارة. مطار. طائي، طائرة. حسنا حفصة، مزيان. طائرة، طائرة. زيدي. طائرات. لا في بحرك. طائرات. قلنا طائرة، طائر، مطار، طيارة، طيار، طار، طيران، 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 الطيران، طيران، طيران. هنا نقول الفهم القرائي، أضع علامة قبل شخصية التي لم تذكر، لم تذكر في النص، ما ذكرتش في النص. المطوقة ذكرت في النص ولا ما ذكرتش؟ المطوقة. الغراب ذكرناه في النص؟ لا. جاوبي لينا. الصياد. نعم. نعم. الجراد. نعم. الحمامات. نعم. نعم. إذن الغراب هو الشخصية اللي ما ذكرتش في النص. أكتب نعم أمام ما هو صحيح، ولا أمام ما هو خاطئ. كمن الصياد وراء الشجرة ليستريح، كان بغي يستريح وي كمن، يعني كمن أي اختفى لا. وراء الشجرة. لا. ها؟ لا لا، هو اختبأ اختبأ باشي باش ما تشوفوش الحمامات ويصيدهم. يعني يصطادهم. رفض الجراد أن يخلص الحمامات. رفض، رفض الجراد أن يخلص الحمامات، ما بغاش يخلصهم. لا، ولكن هو لاهم. ها؟ بغي أو قرض الجراد الحبال وحرر الحمامات. إذن فرض، رفض الجراد، لا مش رفض، لا بل هو عكس ذلك. المطوقة رمز للوفاء والإخلاص، يعني الحمام المطوقة رمز للوفاء والإخلاص. شنو قالت الجراد؟ قالت له، قالت لهم أول حاجة أننا كنا نطيروا طائرة واحدة باش نخلصوا راسنا، وثاني حاجة وطلبت من الجراد أنه يخلص الصديقة ديالها قبل منه، قبل منها هي.
فهمتي؟ واخا هو الصديق ديالها، قلت له خلص هما الولاء عاد خلصني انا. اذا الياء المطوقه رمز للوفاء والاخلاص. نعم. تتحدث هذه الحكايه عن قيمه التضامن، ان التضامن كيفاش نضامنوا بعضياتنا. تتحدث هذه الحكايه عن قيمه التضامن؟ نعم. نعم. كما تضامنوا الحمامات بعضياتهم وطاروا، صافي؟ املأوا الفراغ بالكلمات المناسبه لألخص النص. نصب، نصب شنو نقولوا؟ صياد. الصياد نصب الصياد، الصياد شبكته فبها الحمامات. شنو قلنا؟ نصب، قولي لينا هي المنسية. فنصب بها، فنصب بها، ف بها الحمامات. فنصب فعلي، فعلق، فعلقت، فعلقت، علقت بها. نصب الصياد شبكته فعلقت بها الحمامات، وبفضل الحمامة تضامن ونترن، وبفضل الحمامة المطوقة، المطوقة، وبفضل الحمامة المطوقة تضامن ونترن. شنو نترن؟ الش من الأرض. ونترن الش، ونترن الشبكة، الشبكة من الأرض، وطرن بها عند الذي خلصهن منها. شكون هو هذاك اللي وطرن بها عند الجرادي، ماشي الجرادي، الجرادي هو ذاك الفأر، عند الجرادي، وطرن بها عند الجرادي الذي خلصهن منها، فعدنا إلى، رجعوا لهاش، فرحات مسرورات، إلى أعشاشهن، أعشاشهن فرحات مسرورات. جيد؟ نظن فهمتوا هادشي. إلى هنا ينتهي الفيديو، دمتم في رعاية الله.